كاينش الخوص ممرات تجليس والحمد لله هما الطوموبيلات الحمد لله ها هي الطريقه الخوص ها هي الشانطي الحمد لله فاش تلقى الشانطه كترتاح الحمد لله الحمد لله فاش تلقى الشانطه كترتاح بسم الله الرحمن الرحيم الدراري وهي البلاكه هي البلاكه واش الدراري واش البنات كي دايرين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله المهم اللي باقي عاقل شويه على الطريق غيعرف فين غادي المهم غادي لديك المغاره علاش مشيت ديجا من قبل فين صيدت الحمام انا ودك الدراري ودابا الخوص رجعت ليا على ود واحد المره شافت الفيديو من شحال هادي قالت لي كون عرفتك غادي كون قلت لك جيب لي شي واحد لولدها مريض مسكين الله يشافيه كنتمنى تكتبوا كاملين في الكومونتيرات دعوا ليه الله يشافيه ودابا الخوص راه ضربت واحد المسافه اللي كبيره بزاف وباقا الطريق طويله اللي شاف الفيديو راه غيعرف ودابا غنكملوا كنتمنى نشد شي حاصله اللي مزيانه واخيرا وشكون عاقل الدراري وشكون عاقل على البلاصه شكون قبل الرجل غير اللي شافوا الفيديو هما اللي غيعقلوا شكون وهاي المغاره واخيرا الخوت احنا قربنا نوصلوا هاي المغاره تتبان لينا انا ديما اي حاجه تتشوف فيها صافي عرف راسك راك واصل المهم دابا الخوت نتلاقاو في المغاره ان شاء الله بلا ما نطول عليكم الفيديو واخيرا الدراري هي المغاره ورايا ها هي النيت هي هادي وراه طليت راه شفت الحمام ودابا غندخل ندير واحد المحاوله الى والو صافي غرسنا حتى الليل حتى تغرب الشمس تما فين تنشدو مغاب اليدين تتعميه بالفلاش راه جبت معايا واحد البوله كبيره واحد الضوا وغنشدوهم ولكن دابا غندير واحد المحاوله بالكاري الله نحاول ما نديرش الصوت يا بسم الله ما عرفتش فين هو هذا الكاري ها هو وين هو الدراري كاين واحد المرة تما سارحة مسكينة الله يعاونها ودابا غندخلو الله الله انا كنتمنى نشد شي واحد على الاقل باش نرجع بكري حيت راه الظلام راه الظلام وشتو المسافه اللي ضربت راه ما يمكنش وغنرجع بوحدي راه الرعب الخوت المهم ندخل على الله نطيح ودابا نيت المحاوله الاولى المهم الخوت نحاول نثبت لكم الكاميرا هنايا نشد شي حاجه راهم المهم الدراري غنزل على الله ضروري تبقى شي حاجه لتحت بزاف ناري الدراري موجود باقي واحد ناري راه بزاف الخوت ما يمكنش المهم هو الباب ديال الغار واه الغار مغاره كبيره بزاف 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 واو هانتوما الخوت كاينين العشوشه ديالهم في السقف ضربت واحد كاين لهيه ما قدرتش نصور لكم وانا نضربو وزقلتو شويه ما نجيبو الخوت المهم دابا الخوت راه في المود ديال الجوع وماشي مشكل غير درنا محاوله وصافي اما راه الليل فين غنشدوهم ودابا الشمس بدات تتغرب شيت من ديك 12 الخوت ولا 12 اونس من تما ما كليت والو وعاد دابا وصلت شويه وهي الشمس بدات تتغرب باش تعرفوا بلي الطريق طويله المهم دابا غنحاول نقد شي تكيكه ديال اتاي وناكل شي حاجه على ما تغرب نيت الشمس
باش ننزل، راه جبت معايا الفلاش ديالي الضوء ديالي باش ننزلو بالليل ونغامروا الخوت ونديو شي حاجه ان شاء الله لديك المهمه. المهم الدراري راه ما جبتش معايا الماء وجيت لديك العوينه هي مناش غنهز الماء باش غنعمر اتاي ديالي وباش غنشرب النيت، راه فيا المود ديال العطش بسم الله. المهم هي العوينه الخوت عارفكم باغيين تشوفوها، المهم هي غارقه لديك الجهه والماء بارد تبارك الله، وديك الجهه الفوقانيه هي فين كاين الماء البارد بزاف. المهم الدراري هي العوينه، هي البلاصه فين غناكل شي حاجه، فيها شويه د الربيع مزيانه، وهنايا فايت لشي حد شعل العافيه. المهم غنشوف واش غنعمر الدكيكه ديالي تانا هنايا ولا نشوف شي بلاصه اخرى. المهم الدراري غنشعلو هنايا، بانت لي هاد البلاصه نيت واجده. الله، المهم نوريكم ما بعدا شنو جبت معايا. المهم هنايا هيا البوله ديالنا باش غنضويو في المغاره، المهم كتشارجاو ناضيه كتضوي مزيان. او جبت معايا شويه د الخبز، جبت غير شويه باش ما نضيعوش، وهنا جبت اتاي والسكر، وجبت حتى الملحه باش لا ضربنا زعما شي واحد وتجرح ندبحو النيت وناكلو وناكلو النيت. وهنايا اللعيبه فين غنشويه. وهنايا الطبسيل، الطبسيل فين 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 غناكل السرديد ديالي، جبت معايا جوج سرديلات هما باش غناكل باش غنرد الجوع. او خلاص خلاص المعلقه، او الموس هذا باش غنقطع، جبت معايا واحد البصله وواحد البطاطا وواحد مطيشه، المهم هذا باش غنقطعهم، وجبت معايا الموس الصغير هو باش وباش غندبح الحمام لا صيدت شي حاجه، المهم لا صيدت بزاف ولا الا ضربت شي حد كما قلت لكم الجناح ولا، المهم حيت قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فان قتلتم فاحسنوا القتل، الا ضربتي زعما شي واحد ما تخليهش يتعدى، ذبحوا نيت وقلت لي الذبيحه ما توريش الموس وبزاف د الحوايج. المهم بلا ما نطول عليكم اريك الكيكه ديالي، انا عيدو هاد الحجره وسخونه الخوت عاد دابا شعل شي حد، والله حتى سخونه. والماء بارد الخوت بالرجوله، بارد 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 بارد، واحد البرد واحد البرد ما يمكنش، راه ما يمكنش الخوت.
اليوم راه الشمس كيما شفتوا راه غربات تقريبا، على ما نفطر منيت على ما نفطر على ما نتعشى ولا نتغدى المهم حسبوها كيما بغيتوا. مشى الحال الخوت، باقا الطريق كتسناني بوحدي وسط الجبال. واش غدير سلاك سخون ما عرفتش جبت معايا اللعيبة. بسم الله هانتوما الخوت، كيكة عالمية نذوق. اجمل حاجه الخوت فوقيت الثلج وقيت الشتا هو انك فاش تبدا تشرب اتاي وتتبدا تسخن به اليدين في نفس الوقت، هادي اي واحد دارها. الله مهم الدراري نتلاقاو في المغاره فاش غنتغدى فاش غنتعشى حسبوها العشاء الدراري. المهم فاش غنتعشى نتلاقاو في المغاره ان شاء الله. شوفوا معايا واحد الديكور الخوت ما يمكنش. شوفوا 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 واش اخوتي بعد معاناه مومرا كلينا والحمد لله نضويك. المهم ما عرفتش واش كان بان ولا لا. المهم الدراري ها هي البوله ديالنا وهي المغاره ورايا هيا، ودابا راه باقي خصنا نصبرو تظلام النيت، ولكن ما قدرتش الخوت حيت صافي عييت والبرد من قبيله وانا تنتسنى. ولكن غندخل غندخل ضروري نشدو شي حاجه، حتى الا ما شديناش راه تيطيرو دوك الجوايج وتيرجعو عاوتاني. المهم غندخل دابا نحاول نشد شي حاجه ان شاء الله، وغندخلو بشويه وبسكات الخوت وربي معانا ان شاء الله ما غيخيبناش. والكارطونه راه جبت واحد الكارطونه هي هادي جبتها من عند شي ناس تما، راه نسيت كاع البلان ديال فين غنديرهم، ودابا راه شديتها من عند دوك الناس راه هي. ودابا غندخل والله يوفقنا كاملين. المهم الخوت هي المغاره هي المغاره. دابا حنا غنحاول ننزل نحيد الكارطابل ما يديرش الصوت. هيا المغارة شو الغرابة الخوت، جوج ديال الغرابات او مطارو. اما الحمام ما تيقدش على الظلام حتى الغراب حتى هو، ولكن شوية تيزعم. المهم دابا غنحاول ندخل، واش ندخل ولا نصبر دابا، ولكن مشى الحال انا بوحدي تيفات. المهم غندخل نغامرو مع الله وغنزلو بشوية وربي معانا ما غاديش يخيبنا ان شاء الله. هما خوتي ما قدرتش نصور لكم ولكن غنحاول غنحاول الضوء بعد خدامة شوية. يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم انا ضويت لكم الخوت. هادشي مظلم الخوت، هادشي مظلم الله. هما الخوت خاصني ما نبقاش نشعل الضوء حتى يبان ليا شي حد ولا نقرب، حيت دابا الا شعلتي البوله قبل ما تقرب منه كيشوف الطريق و تيهرب. خاص تقرب باش تعميه. الخوت هما ما عرفتش واش تيبانو ليكم، هما ناسين على الهجر. ما بغيتش نضرب بالكار نجرح شي حد، خاصني ينزلوا الارض نعميهم بالفلاش. المهم الخوت راه والو طارو كاملين، ونمشي صافي غنمشي الخوت. راه الرعب الرعب راه الظلام ما يمكنش. المهم نتلاقاو في الدار ان شاء الله الخوت. ما يمكنش الخوت، المهم راه تجليت
دابا كندوي نورمال حيت وصلت للطريق. دابا تنشوف دابا تنشوف الطريق وها هو الريزو ما غيبانش لكم. المهم الرعب 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 ها هو الريزو. سمع دابا الصوت ديال الطوموبيلات. ودابا الحمد لله غنلقى شي حد يديني. الرعب داك الطريق من جيت الخوت مشيت من واحدة اخرى تلاقيت مع واحد الدري ورا ليا الطريق. سير 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 اقسم بالله الخوت ما كنكذب عليكم اقسم برب الكعبة الرعب 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 ما يمكنش ما يمكنش. المهم دابا سمعت الصوت ديال الطوموبيلات وانا ارتاح وانا ارتاح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سمعوا الحمد لله الحمد لله. المهم الخوت غنكملوا الطريق ونتلاقاو في الدار الحمد لله. اخيرا الخوت هو الريزو ما عرفتش واش غيبان لكم. هو الريزو هي الشبكه ديالو شفتوا الشبكه ديال الريزو. هو الخوت ما عرفتش واش غيبان لكم والحمد لله. ودابا غنتوجهوا للطريق يا ربي السلامه يا ربي السلامه والحمد لله. هما الطوموبيلات الحمد لله. هادي طالعه ماشي الطريق ديالنا خاص يجي شي واحد من نازل نازل هكا باش غيدينا ان شاء الله. يا ربي ما عرفتش واش داك الحمام كنقولوا ليه بش الحيوته وموت لنس بحال اللي قلتي ضربنا. المهم ما عرفتش ما عرفتش. دابا انا دخت يا ربي غير ها هي الطريق الخوت ها هي الشانطي الحمد لله. فاش تلقى الشانطه كترتاح الحمد لله الحمد لله. فاش تلقى الشانطه كترتاح بسم الله الرحمن الرحيم الدراري. وهي البلاكه هي البلاكه هي الطريق طالعه. ودابا حنا خص شي واحد يجي نازل باش يدينا الحمد لله. واحد غيشيرو له ما بغاش. ودابا بنادم ماش غيخسر صاحبي وا علام. المهم واخيرا هو الدورايه ديال البلاد ديالي. المهم الحمد لله الحمد لله منين بان الضواو والطريق حتى هي الطريق فاش غتبان الطريق الحمد لله. او اش اخوتي المهم بعد معاناه انا دابا راه وصلت للدار وعييت عييت ديال بصح. وداك الشيء اللي وقع لي راه ما يمكنش. المهم غنحاول نخصص لكم شي فيديو نعاود لكم فيه داك الشيء كامل اللي طرا ليا حيت ما فيا اللي عاود دابا. وداك الشيء اللي طرا ليا راه طويل غير غيطلع الفيديو طويل. ودابا راه عييت 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 وسمحوا لي اخوتي نتلاقاو في فيديو جديد.